السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 2 من درس الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا التمرين يقول إيجيكا أساس متعامد منظم وألفا عدد حقيقي ناصب للمتجهات U تساوي كوس ألفا إي زائد سينوس ألفا جي و V تساوي ناقص سينوس ألفا إي زائد كوس ألفا جي و W تساوي K. بين أن U V W أساس متعامد منظم. إذن ماذا يعني أساس متعامد منظم؟ إذن هنا متعامد، أساس متعامد يعني خص يكون عندي المتجهات U و V و W كلها متعامدة فيما بينها. إذن U عمودي على V و V عمودي على W و W عمودي على E. يعني خص يكون عندنا الجداء السلمي ديال U V تساوي الجداء السلمي ديال U W تساوي الجداء السلمي ديال W V تساوي صفر. هذا معنى أساس متعامد. منظم يعني خص المنظم ديال U كيساوي المنظم ديال V كيساوي لنا المنظم ديال W كيساوي العدد واحد. إذن خص شرطين يتحققوا. إذن غنحاول نشوفوا هاد الشرطين واش محققين في الأساس U V W. إذن عندنا U وعندنا V وعندنا W. إذن هنا ممكن نخدم الطريقة التالية. إذن غنحاول نلقى الإحداثيات ديال U في الأساس إي جي كا. الأساس إي جي كا. إذن الإحداثيات ديال U، إذن عندنا كوس ألفا إي، يعني الأصول هو كوس ألفا، سينوس ألفا جي، إذن سينوس ألفا، ما عندناش هنا كا، إذن عندنا كيمكن ندير زائد صفر كا، بالتالي الأنسوب هو صفر. إذن بنفس الطريقة غنلقى الإحداثيات ديال V في الأساس إي جي كا. إذن عندنا الأصول هو ناقص سينوس ألفا، الأرتوب هو كوس ألفا، وما عندناش كا، إذن صفر كا، يعني الأنسوب هو صفر. كذلك غادي نلقاو دبليو، إذن في دبليو عندنا تساوي كا، ما عنديش إي، ما عنديش جي، إذن ممكن ندير صفر إي زائد صفر جي زائد واحد كا، إذن صفر صفر واحد. إذا انطلاقا من الإحداثيات ديال U V W في الأساس إي جي كا، غادي نحاولو نتحققو من الشرطين. إذا U سكالير V، إذا الأفصول في الأفصول، إذا الأفصول ديال U في الأفصول ديال V، إذا كوس ألفا مضروبة في ناقص سينوس ألفا، إذا هي ناقص كوس ألفا سينوس ألفا زائد سينوس ألفا في كوس ألفا زائد صفر في صفر، هي صفر. إذن ناقص كوس ألفا سين ألفا زائد سين ألفا كوس ألفا، إذن هذو عددان متقابلان، يعني المجموع ديالهم تساوي صفر. الآن U W، إذن بنفس الطريقة كوس ألفا في أفصول U اللي هو W اللي هو صفر زائد سين ألفا في أفصول W اللي هو صفر زائد الأنسوب ديال U اللي هو صفر في واحد، الأنسوب ديال W. إذن هنا صفر، الجداء هنا غيعطيني صفر، وهنا كذلك غيعطينا الجداء صفر، وبالتالي المجموع هو صفر. الآن W V بنفس الطريقة، إذن صفر مضروب في الأفصول ديال V اللي هو موان ناقص سينوس ألفا زائد صفر في أرتوب V اللي هو كوس ألفا زائد واحد في صفر. إذن صفر، هنا الجداء غادي يعطينا صفر، وهذا الجداء كذلك يعطينا صفر، وبالتالي الجداء السلمي ديال W في كيعطينا صفر. إذن الشرط الأول محقق.
إذن قلنا الشرط الثاني اللي هو المنظم. إذن حنا عندنا U كتساوي قلنا كوس ألفا سينوس ألفا صفر، و V كتساوي لنا ناقص سينوس ألفا كوس ألفا صفر، و W كتساوي صفر صفر واحد. إذا غنحسبوا المنظم ديال كل متجهة، إذا المتجهة U إذا المنظم ديالها ماذا يساوي؟ يساوي الجذر ديالاش ديال كوس ألفا كاري، يعني كوس كاري ألفا زائد سينوس كاري ألفا زائد صفر أس اثنان. إذا حنا كنعرفوا بأن الكوس كاري ألفا زائد سينوس كاري ألفا يساوي واحد، إذن هو الجذر ديال واحد زائد صفر هي واحد، إذن تساوي واحد. هذه قاعدة عامة لكل ألفا، دائما الكوس كاري ألفا زائد سين كاري ألفا راح يساوي لنا واحد. الآن في بنفس الطريقة، إذن تساوي الأفصول مربع الأفصول، يعني سين ألي ناقص سين ألفا كاري زائد مربع الأرتوب زائد مربع الأنسوب، إذن ناقص، إذن ناقص غتمشي مع المربع، يعني غيبقى لينا سينوس كاري ألفا زائد كوس كاري ألفا زائد صفر. إذن سينوس كاري ألفا زائد كوس كاري ألفا تساوي لنا واحد، إذن واحد زائد صفر هي جذر واحد، وجذر واحد تساوي واحد. بقات لي المنظم ديال دوبلوفي، إذن هو صفر مربع زائد صفر مربع زائد واحد مربع، إذن يساوي جذر واحد مربع أي يساوي واحد، وبالتالي فالمنظم ديال دوبلوفي يساوي واحد. إذن الاستنتاج الأساس U V W أساس متعامد ممنظم.